ستجمع المنتخبين في الجولة الثالثة والأخيرة. لدي لصالح العنابي في هذه اللحظات كرة تنقل أقصى الجهة اليسرى، محاولة عن طريق هاشم، هاشم يسيطر على كرته للعنابي الذي يتقدم في النتيجة في وسط الملعب، تنقل للأمام، هاشم، هاشم استلم تقدم، هاشم بيستبدل كرة يمر، كرة بتعود لهاشم، هاشم في الجهة اليسرى، يا سلام، هاشم يتقدم، هاشم يتلاعب يمر، لكن zdecydowanie lepiej niż w pierwszych 45 minutach. Faul, a w drugiej połowie w roli kibica. Tak na dobrą sprawę przygląda się wydarzeniom na boisku. Ukraińcy znowu tak bez zdecydowania, bez zęba w ataku, aby tylko utrzymać piłkę daleko od własnego pola karnego. أهم المحاولات والإنجاز الفريد ومحاولة حلوة حلوة.여기에 말려들지 말고 그냥 본인의 페이스대로만 플레이를 하면 될 것 같습니다. 그렇습니다. 말려들 이유가 지금 이 상황에서 네. 출발을 했는데요. 반대방이 직접 올라왔고 자 원터치를 꺾어줍니다만 이번에는 사인이 再看这个立位球做一个战术的配合在禁区里晃动了一下打门哦这一下 ثم دبوا هد اعصابك امورك طيبه متقدم المنتخب قاعد يقدم مباراه جميله جدا انا كنت نظرة مباشره هناك الى هاشم علي هدوء هاشم يحاول مرور هاشم هاشم معاه لا زالت الكره يعرر非常传，找左路，阿里，上一场也是，硬是把球带到禁区。 先看这一下，还是找阿里，这套真好用啊！自己又来了，看看起脚，稍稍的偏出了右边的。 比赛的观赏度，左路受到激励了，左路又是阿里，再送，直接打门，看这一次这脚直塞送的不错，单刀球到禁区，阿里直接门将，这球顺利的打入。 应当是没什么悬念的进球，往右给阿里，起脚了，这球又进了。之前一直说呀，阿里。حارس المرمى رياندي فعل أي شيء. الآن الكرة جاءت الكرة العرضية لكن ما سيطر عليها فرصة. يا سلام يا سلام يا سلام هو ذا الكلام.
العراق الحين هنا الكره العرضيه فرصه 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 ياتي الخامس ياتي الخامس ايضا عن طريق هاشم عبد الله علي تمريره سريعه على هاشم هاشم علي يبحث عن تمريره ياسر على التمريره 在不占优势的情况下，我们来看一下到底发生了什么。但是全场的逼抢，阿里拿到球之后，一脚抡射这一球进。Nasser, largo, Aliashim, porta. Is now Minhali. Great turn there from Hashim Ali. Forward by Sanchez. Tuna caught again there by the fullback. Small forward player for a tiring Qatar side to see. As we head for the final 10 minutes. Ball lofted over the top for Hashim Ali. Maybe a chance to counter now with Hashim Ali. It's a clever ball in. المباشرة الأولى قائمة التمريرة رائعة الله على الكرة. والمتابعة الأمام محاولة باتجاه المرمى متابعة محاولة باتجاه المرمى عرضية. التحكيم يتركه لبرنامج الحكم مع سمير بدر فلان وضيوف الكرام في الموسم. وسط الميدان انطلاقة سريعة لا أحد الأخطاء لا أحد المتابعة الآن منطقة بغداد يلعب لكرة عن طريق هاشم علي نقلة رائعة مرور ممتاز من هاشم العرضية ويبدأ السد الآن كيفية التقدم في نتيجة المباراة والضغط بيد من حديد مرة أخرى ممتاز هاشم علي عدى هاشم علي تاهي نام تاهي إلى هاشم علي من الناحية اليمنى هاشم عدى هاشم ممتاز هاشم مرفية هاشم تمرير وقفت وعدت وفعلت ما عليها الكرة من جهة اليمنى هاشم علي عالية تحت المحاولة وصلت المرتدة الدخول إلى داخل المنطقة هاشم يمر أكرم عفيفي مر هذا يمر عادي جدا بالكعب خطيرة جول 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 والسد يستمر بالتألق والسد يلعب كرة ولكن الكرة عن نفسه في هذه المباراة وهنا محاولة لس في الجهة اليسرى يحاول عمر لا زالت لكن أيضا هاشم علي يخلص الكرة وبعد ذلك أنه يحاول جول لا والله مرت من اثنين الثاني الله آخر لقبين كانوا مع جوزفالدو بيريرا كرة وانطلاقة لصالح السد التقدم هو من كانت لديه الإجابة هاشم يتقدم هاشم ينطلق هاشم يمر وبالتالي واحد 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 الكرة تبعث من جانب حارس المرمى إبعاد لم يكن سليما العرضية الجميلة لكن الكرة تبعث من جانب الدفاع هاشم الدوري الانجليزي ثم بعد ذلك تحول الى بطوله الدوري منطقه الجزاء فرصه من اجل الهدف الثالث تسديده من هاشم تاتي لكن راس اليمين هاشم هاشم علي من صغار السن هاشم يا ولد يتفوق على المنهالي عدى هاشم مره مع فيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هاشم من ثاني كعب رجل من ثاني تعود نام تايهي هاشم متحرك نشيط اكرم عفيف أكرم إلى هاشم شوف الولد بيتحرك إزاي يا لعيب خلف العمق وجابي يعمل قطرية يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد برافو يا هاشم جزاء تاني على طول وفرصة وعد على طول يا ولد يا ولد هو هاشم هو اللاعب الصغير المكير في اللعب يعني أصبح هناك بيدرو في الظهير الأيمن وعبد الكريم ظهير أيسر بعد ما كان بيدرو قلب دي قادمة بقى ضمن اللاعبين الصغار اللي بيدفع بيهم روي فيتوريا لمسة انطلاقة المرة وعلى اليسار يوسف عبد الرزاق التمريرة البينية للعربي العربي يهاجم ويلفرد بوني يمرر الكرة هاشم علي الخطورة جمعة فاز قطر 2-1 هجوم للعربي هاشم علي المرور التسديد حلوة
من الناحية اليمنى عبد العزيز، عبد العزيز لعبة من هاشم علي، يا سلام.